بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقد لم نك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا شفيلنا. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله. يا أبا عبد الله، حسين ابن علي، أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا. يا أبا
أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا وجهة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها من ذا الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا وجة الله على خلقهم إن شاء الله به همین زودی تو نروش کنار قبر متنرش کاظم علیه السلام اونجا عرض ادب کنیم اونجا دست به شبکه‌های زرین مطهر و سر بگذاریم بگیم السلام علی المؤدب فی دار السجود و ظلم المطامیر و ساق المردود بلغ القیود الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف والوارد على جد المصطفى وعلى أبيه المرتضى وعلى جدته فاطمة الزهراء منتظر بودن آقا را آزاد کنن یه وقت دیدن در زندان باز شد نازنین بدنش رو تخت پاره بیرون اومد یکی جلو جنازه صدا میزنه آقای ما مرفبه آقای ما مرفبه این رسم از کربلا و کوفه و شام باقی مانده بود یه نفر جلو سرای به نیزه زده شده میدوید سر بریده یه ابی عبدالله رو نشون مردم میداد این صدا میزدی سر سر خارجی جعفر علیه السلام فرج امام زمانمون برسان یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجة الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا
أبا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيدا عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيها يا أبا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها الهادي النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيئا عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وصي الاحسان والخلف الهجة ايها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد وموالي إني توجهت بكم أمتي وودتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله
فاستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله فاستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله فبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.